أنا شيرين توفيق، صاحبة شركة بلينكا. بنقدم تدريبات مالية، نستعمل طريقة الألعاب والسيميليشنز عشان نبسط المفاهيم المالية لرواد الأعمال. من 22 سنة أنا متخرجة من أدب إنجليزي، وجاتني وظيفة في كوربريت بانكينج في السعودية، فكان لازم أن أنا أعلم نفسي القوائم المالية وتحليلها، وكان من أصعب الأشياء اللي أنا سويتها، مع أنه أنا توظفت في investment banking وبعدين رحت على وورتن وسويت my MBA، وكان دائما في عقلي الألم اللي أنا كنت بواجهه في تدريب نفسي على المالية. كان دائما أقول أنه لازم يكون في حل، لازم يكون في شيء يبسط القوائم المالية للناس. الناس متعودين أنه الفاينانس كل ما يكون معقد وكل ما يكون طريقة تدريبه معقدة كل ما يكون أحسن، بس احنا بنغير الفكره، بنستعمل الحاسه المرئيه، حاسه السمع، الديسكشن، فاحنا بنستعمل كل هذه الحواس عشان نبسط المفاهيم المعقده بطريقه سلسه. اهم نصيحه بديها لاي رائد او رائده اعمال، انه ما يدوا اتخاذ القرار المالي فقط للمحاسب او مدير الماليه، لانه اذا انتم اصحاب الشركه لازم تكونوا جزء مهم في اتخاذ القرار.